قد فقدت العائلة صبيحة الأمس يعني أحد حكمائها الحاج عبد السلام معتصم رحمه الله. فقدنا فيه الأب وجد الأبناء، وفقدنا فيه الرجل الفاضل الحكيم الذي اتسم بالأخلاق العالية، وكان من حفظة القرآن الكريم وتفسيره، ولذلك يعني من أقدار أنه توفي في 26 ليلة 27 ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم. والحاج عبد السلام معتصم يعني كان رجلا حنونا وكتوما، وهذه الخصلة هي التي ورثها عنه أبناؤه، وخاصة منهم ابنه المرحوم السي محمد المعتصم، أخي السي محمد المعتصم رحمه الله. وكان محبا لكل يعني الناس الذين عاشروه، وكان يقوم بمهمته بمدينة سطات. أكاد أقول لك لو دفن في سطات لخرجت سطات كلها عن بكرة أبيها، لأن أعرف الحاج ومكانته في سطات، وهو سباعي شريف وكان يقدره الجميع، كان قليل الكلام ولكن كثير الأفعال بدون أي يعني في كتمان، وكان يساعد ويعين المحتاجين، وذلك دون أن يعرف من قام بذلك. فالحاج كل الذين تعاقبوا على المسؤولية بمدينة سطات عندما من ملات وعمال وموظفون يعرفون ويشهدون في الحاج بفضائله وأخلاقه. أنا شخصيا أعتبره بمثابة والدي، فلم أفقد صهري ولكن فقدت والدي، لأن كانت محبة بيننا ومحبته لأولادي حقيقة سنفتقر لهذه المحبة الصافية يعني في سبيل الله، وندعو له بالرحمة والغفران، وأن يلهمنا جميعا أسرة الصغيرة والعائلة كلها الصبر والسلوان، وأيضا لكل معارفه وأصدقائه ومحبيه بمدينة سطات وخارج مدينة سطات.